بيان وزارة التربية بخصوص تاريخ دخول المدرسي للسنة الدراسية 2023-2024. قبل أن نبدأ مع بعض فيديو اليوم، لا تنسونا فضلا وليس أمرا بالإعجاب الاشتراك مع تفعيل الجرس على الكل لكي يصلكم كل جديد. بخصوص تاريخ دخول المدرسي للسنة الدراسية 2023-2024، بدأ استئناف الموظفين الإداريين لعملهم يوم الأحد 27 أوت 2023 صباحا، وموظفي تعليم الأساتذة يوم الأحد 3 سبتمبر 2023 صباحا. تعلن وزارة التربية الوطنية أن الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2023-2024 لجميع المناطق سيكون يوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 في الفترة الصباحية. نتمنى التوفيق للجميع، دخول مدرسي موفق وناجح، دمتم في رعاية الله وحفظه.